السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد عدد ما كان وعدد ما يكون، عدد الحركات وعدد السكون. إخوتي، من منا سلم في هذه الحياة من الهموم والمشاكل والأمراض؟ فالكثير منا اشتدت عليه الهموم، ومن منا غير محاط بالمشاكل، سواء مشاكل زواج، مشاكل الأولاد، مشاكل المرض، السحر، العين، الديون، فلنا جميعا نصيب منها. وما نختلف فيه هو كم الهم ونوعه. أختي الكريمة، أخي الكريم، لا تنظر إلى نفسك كأنك المهموم الوحيد في هذه الدنيا، وأبشر. نعم أبشر، قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. نعم، مهما كثرت مشاكلك أو همومك، خذها قاعدة: ما إن يصيبك هم أو أي مشكلة، فوض أمرك إلى الله وابدأ فورا في الاستغفار قدر ما استطعت. وإن استطعت أن تجلس في مكان هادئ بعيد عن الضوضاء والتلفاز وتستغفر الله بكل جوارحك، وحبذا لو تذكرت ذنوبك التي ارتكبتها يوما ما واستغفرت الله منها في تلك اللحظة. خذها قاعدة: أي أمر استصعبته بادر بالاستغفار، وأي مشكلة صادفتك مهما كانت كبيرة أو صغيرة بادر فورا في الاستغفار عدد ما استطعت، ولسوف ترتاح بعد الاستغفار مباشرة، وسترى أن الله سينجيك. وكما جاء في قول الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. نعم أختي، نعم أخي، لا عذاب بعد استغفار. فأذكر نفسي وأذكركم بعظمة الاستغفار، الاستغفار الذي يفتح الأقفال، الاستغفار فرج من كل كرب، والاستغفار منحة ومكافأة ربانية لنا. نعم، بالاستغفار نتطهر من ذنوبنا ويغفر الله لنا، كما جاء في قول الله تعالى في سورة البقرة: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكما قال الله تعالى في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وبسبب استغفار يمدنا الله بالأموال والذرية، كما قال الله تعالى في سورة نوح: ويمددكم بأموال وبنين. ويا من أنهكه المرض ويحس بضعف شديد في قوته البدنية، استغفر الله سيقويك الله. قال الله تعالى في سورة هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. نعم إخوتي، نحن في زمن كثرت فيه الفتن والمحن والمشاكل والابتلاءات التي نعيشها. إخوتي، سنجعل لأنفسنا وردا يوميا بالاستغفار، سيذهب همنا وغمنا، وسيتبدل حالنا بإذن الله عز وجل. نعم، سنقول معا:
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات. إخوتي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله العظيم باسمه الأعظم أن يكرمكم كرما يدهش الأعين، وأن يشفي المريض منكم، وأن يرزقكم رزقا واسعا لا ينتهي، والسعادة في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. ضياء منه القمر يستحيي، كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلب خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل، يجوب الدنيا. عائشة حبك له حب من يحبه، فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه لليتامى دفا. ضياء منه القمر يستحيي، كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلب خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل، يجوب الدنيا. عائشة حبك له حب من يحبه، فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه لليتامى دفا. ضياء منه القمر يستحيي، كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلب خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل، يجوب الدنيا. عائشة حبك له حب من يحبه، فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله.
مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا